شكرا. طبعا عارف ان هالمباراه هتكون مباراه صعبه، بس ما قلت لكم احنا عادي نتعادل ونفوز، واخذنا هدف من الفوز طبعا، وان شاء الله ان شاء الله نكون بدل كل ما عملنا ونحقق الاهداف معنا. اعتقدتم عن المنتخب لا منتخب صعب فازوا في المباراه، يمكن اخر مباراه ما فازوا فيها، بس نعرف انهم بيدخلون المباراه ويحاولون يعبرون في الاهداف، لكن احنا جاهزين وان شاء الله احنا اللي بنفوز. طبعا فزنا اول مرتين ويمكن اتمنى معنا في المباراه، وان شاء الله بنقدم كل ما احنا وبناخذ طبعا احنا بس ما قلت لك نكون جاهزين بعد المباراه، نعرف ان المنتخب التونسي منتخب قوي يمكن هم يلعبون بالقوة أكثر عن نحن يمكن، لكن بالكورة أعتقد أن نحن نقدر نضل منتخب في المجموعة بالكورة، إن شاء الله بنثبت هالشيء في المباراة يعني. So normally you are reached in the next round, but now everything is possible. If we lose, we are out. And if we play a draw or win, then we are the first in the group. So it will be exciting, I think. And we play against a good, very good team. So I think also it's very important how the players recover from the past 5 days, 2 games. And so yeah, we will see.